مدينة الزمرد، حكاية من التراث الأمريكي. كان يا مكان في قديم الزمان قرية صغيرة تقع داخل ولاية كانساس. كانت تعيش هنا فتاة يتيمة تدعى دوروثي، وكانت سعيدة مع خالها وخالتها. توتو توتو، تعالي يا توتو توتو. ها دوروثي، لا تبتعدي كثيرا. حسنا حسنا. توتو انتظر توتو. أوه. توتو كلب دوروثي الذي يرافقها دائما. وفي يوم ما، ما بك يا توتو؟ الرياح دوروثي، دوروثي تعالي إلى هنا دوروثي. انزل إلى القبو مع دوروثي، هيا بسرعة دوروثي هيا. العاصفة يا إلهي يا إلهي، بسرعة بسرعة. مكان بديع، ومن كثرة ابتهاجها بدأت بالرقص. يا إلهي ما أجملها. توتو ماذا هناك؟ ثم ظهر أربعة أشخاص وساروا نحوهم. أهلا بالفتاة الرائعة، شعب قرية المنشيز يشكرك لقتلك منجمة الشرق. قرية المنشيز؟ هذا صحيح، أنا قائد المنشيز يا آنسة. لا أدري عما تتكلم، أولا أنا لا أعرفكم، وكذلك لا أعرف المنشيز. ولكن انظري، لقد ماتت، أليس كذلك؟ فعلا صحيح، ماذا أفعل؟ لا تقلقي، إنها ميتة. ميتة؟ لقد سببت مجعوذة الشرق المحتالة العذاب لشعب المنشيز منذ مدة طويلة طويلة. تلك المجعوذة المحتالة ستعمل المستحيل لإشباع طمعها. كنت أحارب من أجل سكان قرية المنشيز، ولكن لم أستطع التغلب عليها. لقد أنقذت القرية. شكرا جزيلا يا آنسة. الجميع مسرورون. أجل إنهم مسرورون. لقد اختفت. هذا حذاؤها الفضي، خذيه لك. لا أريد أحذية فضية، أفضل الذهاب إلى بيتي في كانساس. كانساس؟ أين تقع كانساس؟ لقد ولدت هناك، خالي وخالتي ينتظرانني هناك، يجب أن أذهب إليهما ليطمئن علي. إنه أمر مؤسف، لم أسمع بكانساس من قبل،
أخبروني، هل تعلمون أين تقع؟ هل تعنين بأنني لا أستطيع العودة إلى كنساس؟ تعنين بأنني سوف لن أرى خالي وخالتي؟ هذا ظلم. أوه، تذكرت، ربما إيوز يعلم. من هو هذا؟ هو واحد من أشهر الناس في مدينة الزمرد، وهو يستطيع أن يوصلك إلى المدينة. ولكن أين تقع مدينة الزمرد؟ 1، 2، 3. اسلكي هذا الطريق المعبد. شكرا لك. خذي هذه، ستحميك من الأخطار التي تصادفك. مع السلامة، اعتني بنفسك. شكرا. تبعت دوروثي وتوتو الطريق المعبد بالطابوق الأصفر كما قالت لهم السيدة، مرتدية حذاءها الفضي وحاملة سلة الفاكهة. سارت دوروثي بسرور إلى مدينة الزمرد حيث يعيش إيواز. آنسة، آنسة، مرحبا. إنه أنا هنا. من أنت؟ أنت فزاع؟ إلى أين أنت ذاهبة يا آنسة؟ أخبريني. لمدينة الزمرد، ليدلني إيواز على طريق مدينتي. في هذه الحالة دعيني أذهب معك أرجوك، سأطلب من إيواز عقلا، أنا بحاجة الله. عقلا؟ نعم، جسمي مصنوع من القش وليس لدي عقل، أريد أن أحصل من السيد إيواز على العقل، أرجوك ساعديني يا آنسة، أرجوك. ولكنك لا تستطيع السير، أليس كذلك؟ نعم نعم أستطيع، انظري، أستطيع أن أحرك يدي وقدمي، انظري. تأثرت دوروثي من حزن الفزاع وحلت الحبل وحررته. انتظر. يداي، لقد تحررت، ما أجمل الحرية، ما أجمل الحرية. أشكرك جدا، أنا حر، أنا حر. وهكذا تابع الفزاع ودوروثي والكلب توتو رحلتهم إلى مدينة الزمرد. ماذا؟ من الذي فعل هذا؟ من؟ أنا أني آسف، هل تقدمين لي صنيعاً؟ الخشاب كان مصنوعاً من الصفيح. هل تزيتين جسمي؟ إني صددت فلا أستطيع التحرك، أرجوكم بهذا؟ نعم أرجوك أسرعي، هيا. حسناً. شكرا جزيلا. والآن بالمناسبة، إلى أين ذاهبون؟ إلى مدينة الزمرد التي يعيش فيها إيواز. أرجوكم خذوني معكم. أنت أيضا؟ ماذا ستطلب من إيواز؟ ماذا يا ترى؟ أخبرنا. بما أنني مصنوع من الصفيح فليس لدي قلب، أريد من إيواز أن يعطيني قلبا، أرجوكم. تريد قلبا؟ هيا بنا. دوروثي والآخرون قرروا أن يأخذوا الخشاب معهم إلى مدينة الزمرد. لا 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 لا
أم مخيف، يبدو أنه سيأكل دوروثي والآخرين. توتو توتو، ماذا تظن نفسك؟ لماذا تضايق توتو؟ أنا متأسفة، يجب أن لا تضايق الحيوانات الصغيرة مثل توتو، لا تفعل ذلك. هذا صحيح، هذا صحيح، أنت أسد قوي، قل لي لماذا تفعل ذلك؟ سأقاتلك، أنا من الصفيح، حتى إذا عضضتني فلن يمكنك إيذائي. انتظر لحظة، أنا لست قويا، من المفروض أن أكون سيد الغابة، ولكن الآن عجوز ولهذا لا أستطيع مهاجمة الحيوانات الأخرى، صدقني جائع. شعرت دوروثي بالأسف نحو سيد الغابة وقررت أن تسامحه. عندما سمع بأنهم ذاهبون إلى إيواز قال بأنه يريد أن يرافقهم. وماذا ستطلب من إيواز؟ الشجاعة، هل تأخذونني معكم؟ حسنا، سنسير معا، هيا يا أصدقاء، هيا. وهكذا دوروثي وتوتو والفزاع والخشاب وسيد الغابة ساروا في اتجاه مدينة الزمرد. صادفوا غورا واسعا عميقا، حتى لو حاول سيد الغابة القفز فسوف يقع بالتأكيد. ماذا سنفعل؟ عندي الحل، لنقطع هذه الشجرة ونصنع جسرا. فكرة جيدة. حسنا، اترك الأمر لي. لا تنظروا إلى الأسفل، أغلقوا عيونكم. أسرع أسرع، هيا أسرع قبل أن يأكلنا. بعد التغلب على الوحش سار الجميع بشجاعة وصبر، ثم وبعد أن ساروا مسافة قصيرة صادفوا نهرا كبيرا. كيف سنعبر هذا النهر؟ لا نستطيع مد جسر على نهر واسع كهذا. لا تهتموا، سأصنع قاربا. قاربا؟ كذا في اليوم التالي ركب الجميع القارب الذي صنعه الخشاب أثناء الليل وباشروا رحلتهم، ولكن عندما وصلوا إلى منتصف النهر. كلا، تيار الماء يزداد، كلا يا إلهي. حسنا، سوف لن ننجرف الآن. انظروا. فزاع، أمسك هذا بإحكام. فزاع، إننا ننجرف، انتبهوا انتبهوا. احترس احترس، أين أنت؟ يا
هكذا وبفضل سيد الغابة استطاعوا عبور النهر بأمان، وفوق صخرة قريبة من الضفة المقابلة صادفوا لقلقا وحيدا. عندي فكرة أيها اللقلق، أرجوك أنقذ الفزاع. هيا أرجوك احمله من النهر. هيا حسنا، ولكن هل هو ثقيل؟ لا إنه خفيف جدا. نعم خفيف. حسنا سأجرب ذلك. كم أنت قوي. شكرا لك يا سيد لقلق، شكرا. هل تعلم أنك خفيف جدا؟ أنت رقيق ولطيف أيها الخشاب. شكرا لك. شكرا شكرا. مع السلامة. وداعا وداعا. وهكذا سار الجميع مرة أخرى على الطريق المعبد بالطابوق الأصفر. ساروا عبر الحقل، وكان الحقل مليئا بالأزهار المنومة. ماذا؟ ما الأمر؟ ما الأمر؟ لماذا نام الجميع يا ترى؟ ها؟ لابد وأن رائحة الزهور القوية هي السبب. نحن لم نتأثر بسبب عدم وجود الدم في أجسامنا. هذا صحيح، يجب أن نحملهم قبل أن يموتوا. هيا هيا. إنه ثقيل جدا. سوف أتصرف. في المرة القادمة لن أدعك تهرب. ذهب القط أيتها الفأرة. حقا؟ انتهى الأمر الآن. شكرا، لن أنسى فضلك أبدا. هل هذا صديقك؟ أخبرني. لقد نام بسبب رائحة الزهور القوية. نعم أرجوك دعني أتصرف. هل تستطيعين أن تحملي صديقنا هذا؟ نعم أنا رئيسة الفئران. نعم كيف؟ حسنا انتظر لترى. والآن كيف ستحمله رئيسة الفئران يا ترى؟ على كل حال دوروثي وتوتو على وشك الاستيقاظ. ماذا حدث لصديقنا؟ أوه يا إلهي، ماذا حدث لصديقنا؟ بالفعل دوروثي لا تعلم بما حدث لأنها كانت نائمة. آسف، أنا السبب، أنا السبب. انظروا انظروا جميعا، مدينة الزمرد. وبعد 3 أيام من مغادرتهم وصلوا إلى مدينة الزمرد. ما أجملها، هنا يعيش إيوز إيدل. هيا لنسأل عنه. لا أدري إذا كان الإيوز الكبير سيراكم، ولكني سأنقل طلبكم إليه. ضعوا هذه النظارات. كانت مدينة الزمرد مثل اسمها، مدينة جميلة مصنوعة بأكملها من الزمرد، ولحماية الأعين من الأذى وضع الجميع النظارات.
لقد دخلوا إلى القصر وانتظروا قليلا. ايه سيراكم الإيوز الكبير الآن. هي رائعة هي. ولكن ادخلوا واحدا بعد الآخر. أولا أنت أيتها الفتاة. حاضر. أنا الإوز الكبير، ماذا تريدين؟ اسمي دوروثي، أرجوك أرسلني إلى مدينتي، أرجوك. إلى مدينتك؟ نعم، خالي وخالتي في انتظاري، أنا متأكدة بأنهما قلقان. حسنا، سأحقق طلبك يا أيتها الفتاة. شكرا. ولكن قبل ذلك عليك أن تقتلي مشعوذة الغرب الشريرة، أتفهمين ذلك؟ مشعوذة الغرب الشريرة. وطلب من الفزاع الحضور، وبدلا من الرأس كانت هناك أميرة جالسة على العرش. حسنا، سأعطيك العقل، ولكن عليك أن تقتل مشعوذة الغرب الشريرة أولا، أتفهم ذلك؟ ثم دعي الخشاب، وهذه المرة كان الجالس هناك وحشا كبيرا. مشعوذة الغرب. حسنا، بعد ذلك سأعطيك قلبا رائعا. وأخيرا دعي سيد الغابة، وكان هناك على العرش كرة من النار الأحمر اللامعة. حاضر حاضر، ولكن بالمقابل أريد بعض الشجاعة. بما أنه لم يكن هناك أي بديل، سارت دوروثي والآخرون إلى أرض الغرب. إذا لم يقتلوا مشعوذة الغرب الشريرة سوف لن تتحقق رغباتهم. انظروا إلى هناك، إنها قلعة المشعوذة الشريرة. مراسلو إيوز السيء جاءوا ثانية. هل لديتنا يا سيدتي؟ نعم، اذهبوا ومزقوهم إرما. دعوهم لي. لقد أبعد الخشاب الذئاب بسرعة. انتظروا وستحون. أيها الغربان، هيا مزقهم بسرعة، هيا. دعوا الغربان لي، دعوهم لي. كيف فعلتم ذلك؟ كيف؟ المشعوذة الغاضبة وضعت قبعتها الذهبية على رأسها. هذه القبعة تحقق كل الأماني. هلو ليلي كوكو كيكي ألانا هو ألا فلو هو نعم يا سيدتي، ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ اقتلوا هؤلاء الأولاد الذين قتلوا الذئاب والغربان، هيا بسرعة. ولكن لا تقتلوا العيد، سأجعله خادما عندي طوال حياتي، هيا. حسنا يا سيدتي، هيا بنا، هيا. أوه يا إلهي، القرود.
وهكذا تمكن القرود من الخشاب والفزاع والليث عدا دوروثي. خلينا عليهم، النقي عليهم، النقي عليهم. وتذكرت دوروثي بأن السيدة منحتها شارة تحميها من الشر. سأهبك هذه الشارة. مع السلامة يا ابنتي، اعتني بنفسك. حسنا، لنأخذهم إلى السيدة. دوروثي أكاد وأموت. أحسنت أيتها القردة، ولكن لماذا لم تقتلي الفتاة؟ لماذا أحضرتها إلى هنا؟ لا نستطيع أن نقتلها، هناك شارة على جبينها يا سيدتي. هل هذا صحيح؟ إذن سوف أستخدمها خادمة عندي. وضع سيد الغابة في السجن، وأجبرت دوروثي من قبل المشعوذة على العمل الشاق طوال النهار. عندما تنتهين من التنظيف اذهبي وأحضري سطل ماء. إن لم تشتغلي بجد لن أعطي كلبك طعاما يأكله. حسنا، ضعيه هناك واذهبي واقطعي بعض الأخشاب. هيا بسرعة، هيا. حاضر. انتظري لحظة، من أين حصلت على هذه الأحذية؟ كانت تلبسها مشعوذة الشر. أنت أخذتها منها، أليس كذلك؟ هيا أعطني إياها. لا، هيا بسرعة. لا، أرجوك لا. هيا. ماذا تفعلين؟ يا كما هيا أعطني الأحذية بسرعة، أنا أخاف الماء، ابتعدي. نعم هذا صحيح، مشعوذة الغرب لا تتحمل الماء. حسنا، كلا لا تفعلي. خذي، لا أتحمل. بعد أن قضي على مشعوذة الغرب الشريرة، أطلقت دوروثي سراح سيد الغابة والآخرين من سكان المنطقة الأصليين، حيث انتزعت المشعوذة الشريرة الأرض منهم بالدجل. بعد ذلك قام الأقزام بإصلاح الفزاع والخشاب ليعبروا عن امتنانهم لدوروثي. ودعت دوروثي والآخرون الأقزام وساروا نحو مدينة زمرد. أيها الأوز الكبير، لقد جئنا، لقد قتلنا المشعوذة كما أمر. أيها الأوز، لقد قتلناها. أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ أوه يا إلهي، أين هو الأوز الكبير؟ أين الأوز الكبير؟ أيها الأوز الكبير، أيها الأوز، أيها الأوز، أيها الأوز. خاب أمل دوروثي، مع أنها قتلت المشعوذة إلا أنها لم تعثر على إيوز الذي وعدها بإعادتها إلى مدينتها. إيوز، أسكتوا، من أنتم؟ أنا دوروثي، لقد دمرنا مشعوذة الغرب، أرجوك عد بي إلى خالي. أرجوك أعطني كلباً وأنا عقلا. أرجوك أعطني بعض الشجاعة، أرجوك. أنا مريض، عودوا غدا إذا شئتم. لقد أتينا بهذه السرعة وأنت تطلب منا أن نعود غدا؟ أعوني قلبا أرجوك. أسكت، قلت لكم اذهبوا إلى البيت، هيا. نعود غدا، أمر لا يطال. من هناك يا ترى؟ عما يبحث؟ ماذا هناك؟ ماذا تريدون؟ لماذا تتسللون إلى الغرفة؟ ولكن من أنت؟ أخبرنا. أنا الأوز الكبير.
إذن فأنت هو المشعوذ الذي وعدنا بالكثير، ها؟ أنا لست مشعوذا، بل المتكلم من البطن، صدقني. ماذا تقول، من البطن؟ نعم، وأستطيع أن أقلد جميع الأصوات. استمع إلي، استمع. أنا الوز الكبير. ماذا تريدين؟ أتريدين أن تقتلي مشعوذة الغرب؟ فعلا. فهمت، كنت تستعمل أصواتك المختلفة وتتكلم بواسطة السماعة من هذه الغرفة، وكنت تحرك اللعبة بهذه الآلة. هذا صحيح. يا للحيرة، كنت أعمل في السيرك إلى ما قبل 3 سنوات. نعم، كنت محبوبا جدا عند الأطفال، ولكن في أحد الأيام وبينما كنت أدور بطيش على البالون انقطع الحبل وانطلقت إلى السماء. نعم، وحملني البالون إلى هذا البلد. واعتقد الجميع بأنني ساحر كبير لأنني أتيت بالبالون، ولكن في الحقيقة يا أعزائي أنا إنسان بسيط مثلكم كما ترون. إذن أنت حقا لا تجيد السحر يا سيدي؟ طبعا لا، ولأثبت كلامي اخلعوا النظارات من عيونكم وسترون. هذا أين الزمرد؟ ليس هناك زمرد، بل صخور فقط. هذا صحيح، إنها من الصخور. إنه صاغ. هذا صحيح، النظارات الخضراء جعلتكم ترونها كالزمرد، انظروا. لقد خدعتنا أيها الكاذب، سوف أكلك الآن. انتظر، انتظر لحظة أرجوك، انتظر لا تأكلني، أنا متأسف، أنا متأسف أرجوك، أنا متأسف. كان على إيواز أن يفعل شيئا، فصنع دماغا من نشارة الخشب ووضعه في رأس الفزاع، ثم صنع قلبا من القماش للخشاب، وأعطى الليث بعض العصير. أيها الليث، كيف تشعر الآن؟ أتشعر بقليل من الشجاعة؟ أخبرني. فعلا فعلا أشعر الآن بالقوة تماما، لأن هذا العصير مغذ جدا يا سيدي. وأنا أيضا أشعر بأن الأفكار تتدفق من رأسي. أنا أيضا أشعر بأن لدي قلبا. هذا رائع. سأقول لكم الحقيقة، كان لديكم جميعا الحكمة والقلب والشجاعة من قبل، ولكن كنتم تظنون العكس، أنتم شجعان. نعم. لم أكن أعتقد هذا. لا، بل أثبت أنها الحقيقة من تصرفكم، كل شيء يعتمد على شعوركم. بإمكانكم أن تكونوا شجعانا، حكماء، لطفاء، حسب شعوركم، هذه هي الحقيقة. يبدو أنه على حق، لو أنني صممت على إثبات شجاعتي لاستطعت ذلك. من الآن سأعيش حياتي بقلب حقيقي. وأنا أيضا سأعمل بجد وسأستعمل عقلي قدر الإمكان. أصبح الخشاب والفزاع والليث مسرورين بتحقيق رغباتهم، وقررت دوروثي أن تذهب إلى مدينتها برفقة توتو بواسطة البالون. دوروثي، توتو، اعتني بنفسيكم يا عزيزي. وأنتم أيضا اعتنوا بأنفسكم. ولكن عند إقلاع البالون، توتو، توتو، إلى أين أنت ذاهب؟ توتو. لقد علق البالون. يا إلهي، انتظرني، انتظرني. دروثي وداعا. انتظرني وداعا. أرجوك انتظرني. للأسف لم يعد البالون. مسكينة دوروثي، سوف لن تعود إلى بيتها في المدينة. دوروثي، كفي عن البكاء أرجوك. سنحاول أن نجعلك سعيدة يا عزيزتي، لا تبكي. لا تحزني يا عزيزتي، لا تحزني، بإمكانك أن تعيشي معنا. نعم، لا أريد أن أعود إلى مدينتي. نحن نقدر مشاعرك هذه، ولكن اهدئي يا عزيزتي، اهدئي. ماذا نستطيع أن نفعل لك يا عزيزتي؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا؟ من هذا؟ هل طلبتموني؟ أحضر
عندما يقلب شخص لطيف هذه القبعة 3 مرات رأسا على عقب. ها ها أنا جئت. ولكن من أنت؟ أنا جليندا المشهورة من الجنوب. وأنت أيتها الصغيرة لماذا تبكين؟ ألديك مشكلة؟ نعم يا سيدتي، أنا تعيسة جدا لأنني لا أعرف كيف أعود إلى مدينتي. مدينتك؟ نعم، خالها وخالتها يعيشان هناك وتريد أن تذهب إليهما. حسنا، سأعيدك يا صغيرتي إليهم. حسنا. حقا حقا. تعالين يا دروثي. أشكرك. ولكن يا سيدة الجنوب كيف؟ إنها تحتذي أحذية فضية، إنها أحذية عجيبة، كل ما عليها أن تطرق كعبة الحذاء بعضهما ببعض 3 مرات وتطلب ما تتمنى. حقا لم أكن أعلم. اختفت. سيدتي أين أنت؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ وهكذا أصبح طريق العودة لدوروثي قريبا. شكرا لك. شكرا. تهانينا يا دوروثي. أشكركم جميعا. هذه المرة الوداع الحقيقي، أليس كذلك يا عزيزتي؟ أرجو أن تتذكرين ولا تنسي ذلك. لا تحزن كثيرا أيها الفزاع، لا يزال عندك أصدقاء وستجد الكثير من الأصدقاء في المستقبل. هذا صحيح، يجب أن نودعها بابتسامة. ماذا كلكم تبكون؟ إذا أيها الفزاع، وأنت أيها الخشاب، وأنت أيها الليث العزيز، إلى اللقاء. أراكم قريبا. وداع. وداع. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. وداع. هيا يا حذاء الفضي، خذني إلى بيتي. هيا. كنت طوال هذه الفترة يا صغيرتي؟ في مدينة الزمرد، كانت رحلة خيالية ممتعة. وهكذا عادت دوروثي إلى مدينتها وعاشت مع خالتها وخالها بسعادة.